شلونك عيون؟ القرارات اللي يتخذها الإنسان بحياته قرارات كثيرة ومتعددة، منها السهل ومنها البسيط، منها اللي تنفيذه صعب ومنها اللي تنفيذه بسيط. أما إذا القرار يتعلق بالطفولة وبتحقيق أحلامهم فأكيد راح يكون سهل وبسيط وما يحتاج لا كتابنا ولا كتابكم، وهذا ما حدث ويانا في حلقة الطفل حامد. أطلق مناشدته عبر قناة الشرقية أن نغير حياته، أن نوفر له الأشياء اللي يحتاجها. والحقيقة إدارة القناة مشكورة، إجا قرارها سريع وجميل وصحيح وإنساني وكبير أن نجي الحامد ونغير له حياته ونوفر له كل الأشياء. واليوم أقول القرار إنه احنا طبعا هنا بهذا المكان اعتقد التقينا ويا حامد ومنا اطلق مناشدته، و يعني ان شاء الله خير. انا اشوف الوجوه كلها مبتسمه هنا، مو احنا اليوم عندنا حلقه لك القرار، اريد نقول نبث الحياه هنا بمدينه الموصل. ان شاء الله اكو حياه واكو حيويه واكو اعمار، ان شاء الله هذا اعمار هم الناس اللي يعمرون بدو، فيا رب ان شاء الله. ان شاء الله بردا وسلاما عليكم ان شاء الله. وانا جيت بيها بس. السلام عليكم، شلونك؟ هلا ونفوت مو؟ تعالوا يا شباب، شو اخبارك؟ حامد وين؟ ممدد؟ يلا نصعد لين نشوف شكو ماكو؟ اكو كهرباء جوا؟ يلا يا الله. السلام عليكم، هلا وحامد، شلونك بابا؟ حبيبي حبيبي شلونك؟ زين؟ تقدر تقعد لو لا؟ تقدر؟ اي عافية تعال. يلا يا الله يلا يا هل اريح لي ينزل رجله؟ هو رجله ما ينزلها يمكن ها ها ها. يلا يلا اقعد عادل اقعد عادل هيك تشيله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ انت ايش قلت بعد ما يجوني مو؟ لا والله كنت يجوني شلون ما يجوني؟ ها انت والشرقية ما كذابين، بسكو غيركم كذابين. اها يعني احنا وفينا بالوعد هسه وياك. ايه بس غيركم اكو كذابين. ها بس ما علينا بالكذابين، احنا نريد الناس الخيرة، ما لنا علاقة، اللي يكذب هو يكذب على حاله. زين؟ شلونك انت؟ زين؟ انا الادارة خابروني قالوا لي روح على حامد بس سلمنا عليه. الله يسلمك. سلام بس قالوا لي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احنا هسه انا راح اخذك وياي نطلع نفطر، وين نروح ما ادري. زين حامد شنو ببالك انت؟ شو تريد هسه؟ بدي اقول لي شو تريد. انت ما قلت لي على هاي مال الموبايل ولا ايه؟ هاي عربانة كلهن يجنك. كلهن يجنك، بعد شو تريد؟ نمشي هسه خلي نطلع ويجي سيف ويانا. ها روح نتونس نغير جو ونشوف، اريد نضحك اليوم، اليوم ما اريد لا بكي ولا ابد. ماشي؟ ماشي؟ تقدر تجي وياي وتصير بطل؟ شلون؟ عربانة انا يومية كنت اطالع اليوم هم تطلع وراح نخليك يومية تطلع. زين؟ يلا يلا خلينا نقوم. يلا حبيبي.
خو ما تعبت بابا حامد؟ لا لا. عم انت نهائيا ما صاير بالمدرسه مو؟ ابد ولا مره، حتى 100,000 ما بعرف. ايش تتوقع احنا وين رايحين؟ والله ما اعرف. ليش هيك حزين؟ انا بدك تفرح وتضحك. اشتياق بهاي الطلعه. ها؟ اقول اشتياق بهاي الطلعه بس. لا لا شلون شلك بيه بعدك انت صغير والحياه كلها قدامك يا حبيبي. انا ضام لك كم شغله حلوه ما اريد اقول لك عليها، نوصل عليها هناك يا الله تشوفهن قدامك. زين؟ شيء حلو. شوف عمو حامد هسه احنا ان شاء الله نوصل هناك وراح هواي اشياء راح نقدم لك اياها ان شاء الله تفرح بيها. ماشي حبيبي، انت ليش وجهك هيك اصفر بابا؟ ليش؟ والله ما اكل الاكل. ها؟ أنا أكل أكل إيه؟ بس الباحة تعرف إيش جاني إيه؟ بس أزور. ليش حبيبي؟ مستبرد يمكن. شو يعجبك اليوم هسا أكلك؟ شو يعجبك؟ والله يعجبني السمك. سمك؟ بسيط أبسط منها ماكو، هذه تأمر أمر تدلل. والله نسوي لك سمكة مضبوطة صعب تأمر. السلام عليكم. مرحبا دكتور، شلونك؟ شلون صحتك؟ هذا صديقي حامد. زين ان شاء الله. من الموصل. ما شاء الله، اهلا وسهلا. عمره 14 سنه طبعا. 15. انضرب بشظيه بالفقره الخامسه. اي. بس انت تريد احنا نريد نشوف نقدر نخليه يمشي، يرجع يمشي ويشتغل وكذا، لو شنو شنو العلاج؟ شنو الخطوات اللي نسوي لها؟ ايش نبدا اولا؟ اوكي. بس اول مره اسوي سكرين على جسم زين حتى تعرف هذا الشظيه وين هي منطقه او عفوا اعتقد الشظيه مطلعيها احسن اذا طلعيها احسن لي ام ار اي زين فبس اذا اكو جوا ما يصير لازم نتبدل للمايلو سي تي مايلو اها اوكي هسه شنو الخطوه الاولى بدل الملابس كلها زين للمريض احسن اوكي واسوي السكرين نعم شوف كل الجسم اوكي السكرين زين وبعدين اذا ماكو شيء تدخل لي الروحات هنا اوكي السبب لحظه بسيط الملابس من المستشفى يطونه وين وين توجهنا دكتور تفضل وياي هنا تفضل بدل الملابس هذه ما يصير بهذا الملابس نعم نعم
سوي السكرين حتى ايه؟ اتاكد اكو انه شظير بتجسم له. لا اذا ماكو راس ندخل الاماره مفراس لا اماره اماره رنين الرنين ها لانه اماره ما يصير اذا اكو شظايا اي حديد اي شيء حديد اوكي وعلى اثر هذاك نحدد انه يقدر يمشي او ما يمشي 100% هناك اللي يحدد لنا هنا بس نعرف انه اكو زين اذا موجود هنا يحتاج عمليه نطلعها مثلا اذا اكو اقول لك هنا واحكي للدكتور اخصائيه نعم احتمال بدل للمفرس اها مايلو هذا يسوي هذا ماكو تحسه ماكو هاي السيقان مش واضح ماكو شيء كل شيء ماكو يا رب يا رب ان شاء الله هذا اخر شفته كل ماكو ماكو يا الله الحمد لله الحمد لله بهيك حاله يعني ممكن العمليه تكون بشكل اسهل لو صراحة هذا ما يعرف بس تعرف أنا أول مرة سوف أول مرة سوف سوي السكرين يعني ايه؟ الحمد لله هذا كلش زين يعني MR أحسن للسيتي سكان فإذا أكو شيء يعني مجبور بدل للمايلو مايلو مو ناضح 100% هذا القديم قبل MRI أسوي المايلو زين فالحمد لله أكو هسه ماكو أي شيء هنا أكو أمل بسيط وهناك إن شاء الله إن شاء الله أسوي كل الله ما كريم. الفقرات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خلينا نشوف شكرا شكرا ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو شكرا جزيلا شكرا شكرا هاي عنده مكان اصابه بالحبل الشوكي ما بين الفقره القطنيه الاولى والصدريه ال12 نعم زين
تقريبا المضرر صاير كامل، وهي مسوي العملية، عملية فتح فقرات واستئصال الصفيحات يعني العظمية، ومسوي له توسيع من شو اسمه وترميم للغشاء السحابي وش اسمه يعني ترميم الجرح. بس هذا الضرر اللي يصير بالحبل الشوكي في هاي المنطقة من الصعب انه يرجع، لانها ضرر دائمي. والمشكلة بالطلق الناري من يسبب الضرر من ثلاث يعني اشياء يسبب الضرر، اللي هي الطلق المباشر، انه تاثير المباشر خلال مسار الطلق الناري، بالاضافه للشوك ويف الامواج اللي تصير، لان الطلقه تفتر فالامواج الدائره مدايره ايضا تسبب يعني ضرر للانسجه الدائره مدايره، بالاضافه الى الحراره، لان الطلقه تكون حاره فالحراره تنتقل وخاصه تؤدي للانسجه العصبيه. فبالتالي يعني ما اعتقد يستفاد من اي عمليه ثانيه. احسن شيء نقدر نساعده به انه كرسي، ويفضل يكون كرسي كهربائي. يعني يبقى هيك دكتور؟ كرسي زين. كهربائي احسن شيء تقدر يعني بحيث يقدر نعم. يتحرك. ولا اعتراض على حكم الله طبعا، وهي هاي نتاج الحروب الحقيقه. سوى طفل ايضا، شنو ذنبه هو هذا الطفل؟ يعني زين. هسه شنو اللي احنا ممكن يعني نخليه ممكن يمارس حياته بشكل طبيعي؟ العربة وبعد انه يراد له فيتامينات مثلا، مقويات يعني مثلاً مقويات عصبية، يعني هي هذا يعني نوعا ما مثلا نكتبها تكتب لنا اياها يعني. هو يمكن اخذ الايدة ايضا، اكو تقرحات ايدة وصدرة، تقرحات بسيطة هاي تقرحات الايدة مثلا اذا عنده التهابات بالصدر هاي مو مشكلة. نعم. المقويات انه نعطيه اياها. نعم. يعني اذا من يعني ما راح تسبب اي ضرر اذا نعطيه اياها، ما راح تسبب اي ضرر يعني، بس تفيده تفيد اي خلص إيه. لكن انه تفيده بالنسبه 100% لا، يعني مثلا يرجع الفعاليات العصبيه ترجع للاطراف السفلى لا، لكن ماكو ضرر اذا اذا مثلا عمليه خارج القطر خارج كذا لو ما اعتقد. العلم ما واصل بعد هيك مرحله انه ضرر يصير بالحبل الشوكي انه يستعيد بها ايش اسمه الفعاليات العصبيه للاطراف السفلى. خلص الضرر دائما صار بالحبل الشوكي، ما حتى لو يروح الأحسن سناتر بأمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا ما أعتقد راح يستفاد. أنا آسف أقول لك هذا يعني، لكن لازم نكون صريح. نعم. ويا المريض. نعم. فأحسن شيء أنا أعتقد أنه الكرسي الكهربائي أو بعض العلاجات الطبيعية حتى ليس عنده تقرحات. نعم. تقرحات الجسم ليس عنده تقرحات. أه. بعض العلاجات الطبيعية، بعض الفيتامينات حتى. نعم. ليس عندها هاي التقرحات. الله كريم. اكتبنا ال فيتامينات وكذا. شكرا دكتور، شكرا. سنأخذ هذه الأشياء. يعني هذا حل أخير بعد ما. نعم. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. الله. شكرا جزيلا، احنا اخذنا من وقتك. اشكر لطفك. شكرا. شكرا. السلام عليكم. يلا عافية عافية حامد، شيلها ارفعها فوق، حلوة هاي. السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شلون الصحة؟ السلام عليكم. يلا يلا. السلام عليكم، ممكن احد يطلع لنا هنا استاذ؟ اريد لنا عربانه، اريد نشتري عربانه. السلام عليكم. شلونك؟ شلون صحتك؟ اريد لي عربانه جيده. هذا حامد صديقي، حامد صديقي، اريد لي عربانه حلوه. طبيب قال اخذوا لي عربانه بس اريدها مو مثل هذه، ام الجير، يعني هو يتحكم بيها كهربائي. فش عندكم شيء زين، نوعيه زينه تطونه؟ كهربائي بس هاي نوعيه عندنا. ايه هذه متينه، متينه قويه. متينه هذا بمواصفات، خلي اشوفها هنا. زين. هذه على الشحن؟ بالشحن يشتغل بيها بطاريه وتشحن؟ بطارية خلفه هنا. زين بس ما نشحنها بالكهرباء؟ كهرباء بس. ويتحكم بيها منا؟ يتحكم منا. هسه يبيها شحن؟ هسه بالشحن. زين نقدر نجربها لو لا؟ نجرب. نجربها؟ هذا حزام حتى حزام هذا ما رايت هاي. اها تعال بابا اوقف ابني. لازم خلصت.
يلا حبيبي اخر الله. هسا اريدك تعلم لي شلون يمشي بيها. يلا يلا لازم تخلي على الكهرباء هنا. يلا كهرباء زين. لحظة حبيبي اعطيني هاي هسا وفت... انتبه حتى تتعلم عليها حامد. يلا يلا حبيبي يلا خلينا على الكهرباء. هسا على الكهرباء؟ نعم. هسا شلون تشتغل؟ هنا هاي الدقمة بي لازم تدوس دقمة. دوس دقمة اي؟ هسا حاضر دفتر. عدل هذا عدل اي يعني اه كيف اي جهة هذا الكهرباء؟ هو يعرف. هسا شغال هي؟ امشي لي امشي لي للأمام تعال. يلا تعال تعال. الله 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 الله. اوقف اوقف ارجع لي ورا. ارجع لي ورا. يلا صفقوا له الحامد تعالوا صفقوا له تعال تعال تعالوا طفل طفل هذا تعرض الشظيه وجبنا له هذه العربه حتى يفرح بيها. يلا تعالوا هنا تعالوا تعالوا يا شباب تعالوا تعالوا يمي. ما يحتاج لنا شكر. هو طلع يخبل وان شاء الله الله يحفظه لكم وايضا انتم تعتنون به انتم تديرين بالك عليه انت ام زين وان شاء الله يا رب الصحه والسلامه له. ابدا احنا ما نراد ان مجازه هذا واجبنا. المهم هو هسه يعني فرحان بهذه وبعد يقدر بدون ان يعتمد على نفسه. وهو سبع حامد حبيبي اوقف شويه اوقف انت تعتمد على نفسك بعد هنا. لا لا بدون شكر احنا ما احنا هذا واجبنا يعني احنا اي شكر ما نريد. المهم حامد يعني يطلع بهذا الصوره اللطيفه وهسه احنا جبنا له حتى فيتامينات وادويه. تديرون بالكم عليه وتعتنون به باكله بشربه. واحنا هسه شنو بعد نروح للسمك مو تريد سمك؟ نروح نتعشى سمك مو شباب؟ ها تريد سمك؟ يلا يا انا هم جعت زين ونبقى اصدقاء انا وياك حبيبي حبيبي بابا حبيبي سبع انت سبع انت بطل. يلا 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 تعالوا يا شباب تعالوا خلي اخذ رايكم بشغله. تعالوا هنا تعالوا تعالوا يا شباب تعالوا تعال 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 تعالوا. حامد شوفوا حامد ضحيه الارهاب الدواعش ضربوه وسوى له ظهره وخلوه بس هو عنده اصرار على الحياه. تعالوا هنا شوفوا شوفوا حامد صفقوا له احنا يعني نريده يستمر بالحياه ان شاء الله. وهو سبع وبطل يقول انا لازم استمر ولازم اعيش ولازم اشتغل. شلونك حبيبي زين حامد؟ فكلكم شو تقولوا له؟ هو بطل مو تمام؟ بطل وسبع او تتمنوا له الصحه والسلامه ان شاء الله ان شاء الله. يلا شوف الناس شلون يحبوك حامد.
طيبة كانت؟ طيبة. واشتاقيت انت للموصل؟ ماكو اطيب من الموصل. ماكو اطيب طبعا، حلوة الموصل وناسها طيبين. هسه احنا وصلنا، هسه وين نروح للبيت؟ يلا امشي منا، هنا البيت؟ منا هاي المنطقة؟ لو انت وين، وين انت بيتك؟ ها؟ انت وين؟ انا تيهت. ما فايت هنا. اشلون ما فايت ابوي؟ اشلون ما فايت هنا؟ من هنا من هنا من هنا. هاي شو يسموها المنطقة؟ هاي باب جديد؟ وانتو شو اسمها منطقتكم؟ الجماسة. الجماسة؟ واليابا قالوا لي انت هنا. ها؟ قالوا انت هنا. وين بيت؟ احنا تيهنا يا شباب. وين وين البيت؟ ها؟ وين بيتك؟ بالجماسة. ها؟ بالجماسة. انت ما فايت بهذا الفرع؟ هنا جاي؟ جاي ليش ما جاي؟ جاي لا حتى بالعربة جاي. ما عند الله عني. بس هو شيء عدل الشارع مالكم لو بيصعده انتم من اجيتك هاني؟ صعده. هسه هنا ماكو صعده. سيف المضمد. يم سيف المضمد انت. شلون هسه؟ انت ما كان اهلي معايا. ايه؟ انا اهلي معايا ما عند الله. ها منا؟ واليابا هذا بيتك، هنا بيتك، هنا هذا بيتك. يلا يا حامد تعال تعال. الله أكبر. يلا شغل العربان، أنت شغلها. يلا تعال شغلها 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 شغلها. يلا يلا تعال شغلها. يا شباب حامد حبيبي هذا بيتك الجديد، هنا راح تعيش زين، وحامد راح يصير جيرانكم يا شباب، تديرون بالكم عليه زين، وصيرون اصدقاء زين، تصيرون اصدقاء وتساعدوا شي يريد تساعدوا ماشي. يلا فتحوا لنا الباب، فتحوا لنا الباب، فتحوا لنا الباب. يلا تعاي هنا، تعاي محمد تعاي. ليش تبكين؟ يلا هذا البيت هنا راح يعيش، هنا احسن له حتى لا اكل لا صعده ولا نزله. افتحوا لنا الباب يا شباب. يلا 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 يتهلوا الهلا الهلا. يلا يلا تعال يلا
بارك الله بكم وشكرا جزيلا. عدت على يم هنا اشكرك، شكرا، انت جهدك كبير ساعدتنا ان نلقي هذا البيت العائلة حامد، واشكرك ودي بالك عليهم هنا والاخوان هنا ما قصروا. شكرا لكم. تعال سفيان، تعال تعال تظهر، لازم تظهر بالكاميرا، انت السبع بطل، هذا واجبنا، كان يتابع العمال والاثاث والكذا، فاني اشكرك بشكل شخصي. شكرا للفرقه الموسيقيه، تعال حجيه، تعال شويه من، تعال تعال انت جوارينكم، احنا جدا جينا، تعال يمنا، تعال امي، تعال 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 ام سيف راح اصير جيرانكم، تديرين بالكم عليهم، وحامد خطيه طفل ها ويتيم هو بذمتكم، ويبقى وايضا انت اي انتو يعني يعني بس اقول لك شيء، انا اللي شفته هنا اكو تعاون بين الاخوان اللي بالموصل، العوائل واحد يساعد الاخ، وموقفكم هذا يعني ما ينسي، وابنكم طبعا تديرون بالكم عليه زين، فشكرا لكم، شكرا، يا رب دائما بالافراح ان شاء الله يعني نتواصل وياكم، شكرا جزيلا لكم، شكرا شكرا، يلا شكرا، ممنون 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 ممنون، شكرا. فهذا بيتكم الجديد بعد زين حامد، الله بكم ان شاء الله، الله يخليك. هاي غرفه الاستقبال هنا، احنا ارتئينا شويه، كل من سعبي لهاي الشغله، هم قناه الشرقيه الحقيقه، الاداره بقناه الشرقيه قالوا حامد لازم يعني يعيش عيشه حلوه، باثاث حلو، بيت حلو، ماكو صعده ولا نزله، وتعبنا لما لقينا يعني هذا البيت بهذا المكان. ها ها بابا حامد ايش بيك؟ طبعا طبعا، ها حامد حبيبي فرحان انت بابا، ها فرحان انت ابني، شوف هذا البيت لك راح يصير هنا تقعد وتبات بيه، شوف هاي شلون حلوه الاثاث، وغرفه الاستقبال يجوك اصدقائك، يجون خطار يشوفوك هنا تستقبلهم، ماشي حبيبي؟ لا بدون خلف الله علينا، احنا هذا واجبنا زين بابا. يلا شوفك غرفه النوم بعد، روح غرفه النوم، يلا خلينا نشوف غرفه النوم، يلا حتى شلون ينام هو بسرير حلو، يلا بعد انت شغل هندني بعد هاي، يلا يلا افتح يا سمسم. شلون حلو هذا، تعال فوت فوت هنا فوت، يلا هاي غرفة النوم مالتك، مو احسن لك من ذيكه، هذا الكنتور لك هنا تخلي ملابسك باوع، هاي الخانات تخلي ملابسك هنا زين زين حبيبي، شوف هذه كلها تخلي ملابسك واشيائك هنا تنام بعد. الله يحفظ لك اياه ويقومه بالسلامه، وان شاء الله احنا ما راح نتركه، يعني هو الطبيب قلت لك كتب له فيتامينات وكتب له مقويات، وان شاء الله اكيد يعني ما راح يبقى هو على هذه على هذه الحاله، لا لا احنا واجبنا، وش نريد نسوي مقصرين ويا اطفالنا، شو نريد نسوي مقصرين ويا اطفالنا، هم من حقهم من حقهم علينا. ها حامد حبيبي تريد شيء بعد، انت ببالك شيء؟ ببالك شيء قل لي زين، انت ايش قلت لي شو تريد؟ مو قلت لي اريد موبايل؟ تريد موبايل لو ما تريد؟ ها كيفك شو تسوي بالموبايل؟ خافت خابر خطيبتك؟ منو قال لك راح تقعد بالبيت؟ بعد ماكو قاعده بالبيت. جيبوا لي الموبايل يا شباب، جيبوا لي الموبايل، جيبوا لنا الموبايل. شفت ايش قد نحبك احنا؟ كل اشياءك مستجابه، جيب انطيلي جيب 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 هي 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 هي، شوف هذا شلون الموبايل، خل افتح لك اياه، شوفه هذا جديد زين، هذا الموبايل مالتك. انت رت ابو اللمس هسه، هاي هنا الشاحنه، سيم كارت هو عنده، عنده سيم كارت؟ ها يلا ودونا يا الاقرب ابو تليفونات، خلي له السيم كارت مالته، هذا لك بابا، تخلي سيم كارت، ماشي حبيبي؟ يلا بعد خلص وهاي مو بس الحامد، هاي غرفه غرفه لكم هم هنا زين، سيف دير بالك على اخوك،
وتنتبه عليه كل الزين إن شاء الله. وتلتزمون بالادويه مالته، احنا اشترينا مجموعه من الادويه والفيتامينات كل وقت بوقته. لا تقولوا لي ماكو ان شاء الله. زين تدير بالك زين حبيبي. تحب تقول شيء؟ اشكركم حيل. تحب تقول شيء؟ لا دمرتني واليابا. يلا بعد نشوف. هذه خمس غرف بالبيت تكفيكم كلكم، كلكم تكفيكم. يلا يلا خلي نروح. هنا محمد انت هذا عالمك، خلي نشوف هذا التفاصيل هنا. هذا ميز طعام وثلاجة وطباخ تسوين. اولا اول ما تطبخين شنو الاكل اللي يحبها حامد؟ والله كل شيء يحب. ها أيوة. الطبخي له احسن طبخه ماشي اللي يحبها. اليوم اسوي له غدا بيها ماشي ان شاء الله. عجبكم البيت ان شاء الله؟ احنا الحقيقه بيكم. احنا ارتئينا حتى يصير لهم شمل لكم، ليش هو ببيت وانتم ببيت وكذا. وايضا لان هو يتيم صحيح، فلازم كلش تديرين بالك عليه. وانت والدته ان شاء الله ما تقصرين، وانت سيف اخوه الكبير تخلوه بعيونكم. شوف الناس شلون يحبوه، الناس شلون داروا. شوف الشرقيه شلون اجتي وقالوا خلص من شافوا قالوا لا هذا طفل يتيم شنو ذنبه. يعني أن الله يبارك بعمركم، الله يبارك برزقكم، الله يحفظك، الله يحفظك. خلص انا اروح بعد ونتواصل. احنا تليفوني يمكم وهسه وتليفون حامد يمي زين، فهسه اروح انا. تعالوا يا هنا خلي نروح. تعال يلا. هاي اسواق حامد، يلا هاي اسواق حامد.
الله عليكم. طبعا احنا يعني بدينا الحلقه بفرح، وان شاء الله يعني ايام الموصل كلها فرح. احنا برنامج دك القرار قلنا نجي نساعد حامد ونخلي الفرح والسرور، واهم شيء انتم اهل الموصل تحبون الحياه وتتعاونون بيناتكم. يا رب دائما محبه وسلام وامان على كل نينوى، على كل اهالينا بالموصل، وان شاء الله الايام اللي راحت ما تنعاد ابدا. ان شاء الله دائما فرح وغناء وموسيقى وشوبي، واحنا دائما نقول لك القرار. يلا ان شاء الله. Yeah.